طبعا القلق اللي جاي يصير هاي الأيام وبعد دخول الفيروس إلى العراق أصبح بأشبه الرعب. يا بلا تخافون، ترى هي كلها بسيطة إن شاء الله. الفيروسات اللي جاي تجينا هي موجودة بالجو طبيعية، لكن شنو أنصب بداخل جسمي؟ راح أشبهها بالحاسبة، نفس الفيروس ترى، نفس الحاسبات. الفيروسات اللي بالحاسبات شنو انه فيروسات، فاحنا شنو نصب؟ انتي فيروس. زين انا بجسمي شنو نصب حتى امنع الفيروس يدخل؟ وان دخل شو يصير بيه؟ نفس الكمبيوتر بالضبط. زين جسم الانسان شو اسوي له؟ جسمي انا هسه شو اسوي له؟ هنا أنا بعد الدراسه، طبعا انا مو طبيب، انا اختصاص حاسبات، لكن درست وشفت شنو اللي انصبه بجسمي حتى امنع الفيروس يجيني، امنعه، وان جاني اقاومه. كيف؟ هنا أنا اللعب، هنا أنا راح انصبه بجسمي اللي هو الاساس، هذا السيستم الخاص بالجسم اللي هو جهاز المناعة. كيف اقوي؟ تابعوا يعني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذن آلية الطرق والسبل لتقوية جهازك المناعي، عندنا 6 طرق راح أشرحها بالتفصيل وبشكل سريع، وتقدر تلقون تحميل البحث أسفل الفيديو بالكامل عن على شكل PDF، عبارة عن 6 أوراق تقدر تسحبهن وتوزعهن. وشاركوا الفيديو لأن مهم جدا، مهم جدا شلون تقوي جهازك المناعي ب6 طرق. 1، الحالة النفسية، لازم تكون حالتك نفسية جدا جيدة، جدا جيدة وممتازة هم. كيف؟ طريقتين. الأولى الإيمان بالله، الإيمان بالله تعالى، هذا مهم جدا. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل كيف أنه تلتزم بالإيمان بالله، كل مسلم يعرفه كيف يلتزم. 2، الضحك، اضحك من كل قلبك، لأن الضحك يغلب إيش؟ على التوتر، والتوتر شو يسوي؟ يضعف جهاز المناعة، وهذه بدراسة أنه كل ما تضحك يقوي وينشط من جهاز المناعة بالجسم. 3، الرياضة، مهمة جدا الرياضة لتقوية جهاز المناعة. ليش؟ لأن يقوم بتدفق الدم ويقلل من أمراض القلب وهشاشة العظام. زين شنو الرياضة اللي أنا أريدها؟ امشي، سوي جري، اركض، اركب بايسكل، كرة قدم، تمرن حديد، أو أي لعبة أنت تحبها، المهم رياضة، المهم تتحرك. 3، النوم، النوم، النوم جدا مهم يا أخوان، وخصوصا في الليل. اترك السهر، مو زين، ويكون تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، وكل ما تكون يعني 8 ساعات أفضل، يعني الأفضل أو 9، وخصوصا في الليل، لأن أكو هرمون يفرز مادة تحفز خلايا داخل جهاز المناعة يقويها، هاي مهمة. عندك أرق؟ أوكي، أكو خطة واضحة يعني بالPDF عن الطريقة الهندية مجربة، وأنا مجربها خصوصا هنا يعني عشان تسهر، اللي هي طريقة 4-7-8، شوفوها تابعوها. 4، تناول الأطعمة المضادة للأكسدة. طبعا أنتم معروف أنه خلايا الإنسان تتأكسد مع مرور الزمن، يعني كل ما يكبر الإنسان أكو خلايا بجسم الإنسان تتأكسد، لكن احرص على تناول الأطعمة المضادة للأكسدة اللي هي تصلح هاي الخلايا المتضررة وتقوي جهاز المناعة، منها الفراولة، الرمان، العنب، البروكلي، القرنابيط، زيت الزيتون، طماطم، البطاطا، التفاح الأخضر، الزنجبيل، بذور الكتان، حبة السوداء أو ما يسمى بحبة البركة، الكركم، المكسرات، المقدونس. هذني اللي عددتهن جدا مهمة، يعني أنت مو تاكلهن باليوم، كلهن باليوم واحد، لا لا، يعني أنت قسمهن. 5، الثوم، الثوم ما أريد أحكيكم عنه شنو، بس هو مركبات الكبريت، دهن على قضاء مضاد حيوي للجراثيم،
والفيروسات والفطريات، وينشط جهاز المناعة. النقطة الأخيرة لتقوية جهاز المناعة السادسة هي الفيتامينات والمعادن. هاي مهمة جدا. شنو إن الفيتامينات المسؤولة على تقوية جهاز المناعة؟ فيتامين A، عندك فيتامين C، فيتامين E، فيتامين D، والزنك. راح تقول لي هاي الفيتامينات منين أحصلها؟ عندك طريقتين، يا أما تشتري حبوب من الصيدلية وأنا ما أنصحها، غلط لأن كثرتها يؤذي الكلى، أو من المواد الطبيعية الأكل. تريد تعرف فيتامين A وين موجود، فيتامين C وين موجود، فيتامين E وين موجود، فيتامين D وين موجود، الزنك، الرابط أسفل الفيديو راح تشوفه، أو إذا أنت ساحب هذا البي دي اف تضغط هنا راح تعرف الفيتامينات كل بالتفصيل المهم. بالإضافة إلى ذلك المقادير الموصى بها، يعني كل زيادة ترى كان نقصان، ها انتبهوا، كل زيادة كان نقصان، فموجودة المقادير حسب الأعمار. أما عندنا فد موضوع آخر، الوقاية خير من العلاج، طبعا مهم جدا. أول شيء أنت لازم تغسل إيدك قبل الأكل، هاي طبعا النظافة. ثانيا تغطي الأنف والفم عند السعال أو العطس، يعني هاي أدبيا بالكلينكس أو شيء. وثلاثة، تفادى أن تتقرب من الأشخاص المصابين بأي فيروس، إن كان إنفلونزا أو كورونا أو سارس أو إلى آخره. يعني هاي من أهم الوقاية خير من العلاج. نهاية أتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين بأي فيروس والسلامة للجميع. تحياتي لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.